بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول أخوكم في الله عبده مقبول حجر له جمع من القضايا، في إحداها يقول يوجد في قريتنا بعض العادات، ومن هذه العادات أن النساء تعودن على عدم لبس الحجاب الشرعي ويخرجن كاشفات الوجوه، وعند نصح لهن يردين بأنهن يستحين من لبس الحجاب. أرجو منكم أن تنصحوا هؤلاء وتبينوا خطر السفور، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوجب الحجاب على المسلمات، قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن ربنا بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية. فأمر سبحانه وتعالى النساء بغض البصر وحفظ الفرج والحجاب، لأن الحجاب وسيلة من وسائل حفظ الفروج والابتعاد عن الفتنة. قال تعالى: يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال تعالى: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا وإن كان الخطاب في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عام لنساء المؤمنين، بدليل قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن طهارة القلوب مطلوبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولخيرهن، وكذلك لجميع المسلمين. الحجاب أمر واجب لا بد منه، وهو أمان من الفتنة وصيانة للمرأة وكرامة لها. والحياء الذي يمنع من الحجاب هذا حياء منقوص، لأن أمور الدين لا ليس فيها حياء، إنما الحياء في تركه. هذا من العجائب أنهن يستحيين من الحجاب ولا يستحيين من السهور. الواجب العكس، يستحيين من السهور ونظر الرجال إليهن. فالواجب على المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلتزمن بالحجاب الشرعي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم في صالح عن حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها، جزاكم الله خيرا. من يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر إنها لا تصح منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا بأوقات حددها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إخراجها عن هذه المواقيت إلا بعذر شرعي. فمن أخرجها عن وقتها من غير عذر فإنه مضيع له. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا إلا من تاب. ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها من غير عذر، ليس معناها أنهم تركوها بالكلية، لأن من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومعنى الآية أنهم يؤخرونها عن وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ومعنى فاتته صلاة العصر أي أخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي. فالمراد بفوات صلاة العصر فوات وقتها، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله غيره من أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح: كيف يستطيع الإنسان أن يقي نفسه من النظر إلى المحرمات، وما هي آثار النظر إلى الحرام؟ يستطيع أن يقي نفسه من النظر إلى المحرمات بالابتعاد عن مواطن الفتنة وظهور النساء التي لا يلتزمن بالحجاب الشرعي، يبتعد عن مواطن الفتنة وعن النظر إلى المسرحيات والتمثيليات
الأفعال الهابطة التي فيها قتل للحياء والحشمة، فلا ينظر إلى هذه الأفلام وهذه المسلسلات ودور السينما ودور الرقص والعري، عليه أن يبتعد عن هذه المواطن الموبوءة وأن يحفظ نفسه وبصره من النظر إلى هذه الأشياء أو ارتياد هذه الأشياء، وكذلك الأسواق التي تتبرج فيها النساء يبتعد عنها. الحاصل أنه يبتعد عن غشيان كل ما فيه فتنة وفيه مغريات، فبذلك يصون بصره عما حرم الله عز وجل. ومما يعينه على ذلك أن يتذكر عقاب الله جل وعلا، وأن يتذكر عظمة ربه وغضبه على من تجرأ على حرمات. البصر خطره عظيم، والنظرة إلى الحرام سهم مسموم من سهام إبليس كما جاء في الحديث. فهذا هو ما يقي من النظر المحرم. وأما آثار النظر المحرم فهي كثيرة، أعظم ذلك أنه يزرع الفتنة في القلب والعياذ بالله، ويجر إلى فعل الفاحشة والوقوع المحرم، لأنه وسيلة إلى الحرام. ومن ذلك أنه يؤثر في القلب نفاقا وفتنة ويقلل فيه من الإيمان، فهو يؤثر في القلب، فهو تصيب القلب إصابة بليغة، أسأل الله العافية. كما أن عض البصر فيه مصالح وفيه حماية للقلب، فيه تزكية للنفس، وفيه بعد عن الفواحش والآثام. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. بين سبحانه أن عض البصر حفظ الفرج أنه زكاة وطهر للقلوب والأعمال. ومن أراد المزيد من معرفة مضار النظر إلى الحرام ومصالح عض البصر فليراجع كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، قد أجاد في هذا الكتاب وأفاد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: امرأة متزوجة من رجل منذ 40 عاما وأنجبت العديد من الأولاد، وفي هذا السن قام زوجها ببناء مزرعة له بعيدة جدا عن مكان سكنها، وطلب منها أن تنتقل معه ولكنها رفضت، مع العلم أنها تأكل مع ولدها. هل تجب عليها الطاعة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تجب عليها طاعة زوجها إلا إذا كان عليها ضرر انتقالها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. إذا كان عليها ضرر أو تخشى من نقص في دينها فإنها لا تطيعه في ذلك. أما إذا لم يكن عليها ضرر إنها تجب عليها طاعته والانتقال إلى المكان الذي لا ضرر فيه عليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك رجل يريد أن يؤدي فريضة الحج، ولكن بسبب غلاء المعيشة لا يقدر على ذلك، ونظرا لأن الحج كما يقول كلفته باهظة عليه، فماذا يفعل؟ لا حج عليه، هذا لا يجب عليه حج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. استطاعة السبيل أن يكون أن يتوفر لديه النفقة له ولأولاده من حين يذهب إلى حين يرجع إليهم، وأن يجد مركبا مناسبا يبلغه للحج. فإذا توفر السبيل وهو الزاد والمركوب والنفقة لأولاده ومن تلزمه مؤونته إلى أن يرجع إليهم، فإنه يجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، وإن لم يقدر فإنه لا حج عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه رسالة من اليمن، وباعثها مستمع يقول: فضيلة الشيخ، في يوم من الأيام سافرت مع بعض الأصدقاء إلى خارج البلاد، وذلك لغرض التجارة. فكان صديقي يمتلك الفلوس ولكنه لا يمتلك الخبرة في شراء البضاعة، فأصر علي وقال: أنا أعطيك الفلوس وأنا أقوم بشراء البضاعة له، وهو الذي يتحمل أجار البضاعة من ذلك البلد إلى اليمن، وكذلك يتحمل كل ما يتعلق من خسارة تلحق في البضاعة كالرسوم وغيرها إلى أن تصل إلى اليمن وإلى المحل التجاري بالأصح. وكان قد اتفقت معه على أن أقوم أنا وذلك بعد وصول البضاعة إلى المحل بشرائها منه وبالسعر المتفق عليه. أفيدوني جزاكم الله خيرا، وهل وقعنا في شبهة الربا أو لا؟ وفقكم الله. هذا الشرط غير ملزم، أنك تشتريها إذا وصلت إلى البلد هذا لا يلزمك، وأن تقوم به من مساعدة له بشراء البضائع لأن تحسن النظر أكثر منه، فهذا إن تبرعت به وساعدته به مجانا فجزاك الله خيرا وهو إحسان إليه، وإن اشترطت عليه الأجرة بمقابل عمل فهذا
هذا أيضا عمل لا بأس به، أما اشتراط أن تشتريها إذا وصلت فهذا ليس شرطا لازما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أحد الإخوة إنه حلف بالطلاق على أن لا يعود لشيء معين، إلا أنه كان ناسيا وعاد إليه، وذلك بسبب ظروف حكمت عليه كما يقول، فهل تعتبر طلقة؟ وكلما عاد عليه هل تعتبر طلقة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل على الصحيح. إن كان نوع إيقاع الطلاق عند فعل الممنوع الذي يريد منع نفسه منه فإنه يقع، وإن كان أراد منع نفسه فقط ولم يرد إيقاع الطلاق فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يكون حكمه حكم اليمين تحله الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأما أنه يتكرر الطلاق كلما تكرر الفعل فهذا لا يتكرر إلا إذا جاء بكلمة كلما، لو قال لها كلما فعلت كذا وكذا فأنت طالق فإنه يتكرر، أو أتى بصيغة من الصيغة التي تريد التكرار مثل متى ما فعلت كلما فعلت كذا وكذا، متى ما فعلت كذا وكذا فإنه يتكرر. أما إذا جاء بصيغة لا تقتضي التكرار مثل إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق، أو إن فعلت أنا كذا وكذا، فهذه لا تريد التكرار وإنما تكون مرة واحدة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن تدفع الزكاة بدل الفلوس أشياء أخرى كالبضاعة أيا كان نوعها؟ جزاكم الله خيرا. الأصل في زكاة النقود كلها تدفع نقود، زكاة النقود تدفع نقودا، وزكاة المواشي تدفع من المواشي أو من قيمتها، وزكاة الحبوب والثمار تدفع من الحبوب والثمار أو من قيمتها إذا احتاج إلى ذلك. وأما أنه يدفع بدل النقود عروضا وبضائع من فقراء فهذا اختار بعض العلماء أنه إذا كان أصلح للفقراء فإنه لا بأس بذلك، إذا كان دفع العروض بدل النقود أصلح للفقراء فلا بأس بذلك، أما إذا لم يكن أصلح فإنه لا يجزى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية المستمع هيثم عيسى يسأل عن الأوقات الأكثر استجابة للدعاء. جزاكم الله خيرا. الدعاء ولله الحمد مفتوح للمسلم في أي وقت، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولم يحدد وقتا الليل أو نهار، لكن هناك أوقات يكون الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، وذلك مثل آخر الليل وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكذلك في حالة السجود في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، كذلك في ساعة يوم الجمعة فإن الدعاء فيها مستجاب لمن وفقه الله وصادفها، وكذلك في ليلة القدر الدعاء مستجاب فيها لمن وفقه وفقه الله لإدراكها والدعاء فيها وقيامها، فهذه أوقات فيها تأكيد قبول الدعاء، وإلا فالدعاء إذا توفرت شروط الإجابة فيه فإنه مستجاب في كل وقت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من السائدة عين طانون من العراق تسأل وتقول: أنا فتاة أبلغ 30 من عمري من عائلة مسلمة، كنت دوما محافظة على صلاتي وصيامي وراضية بقضاء ربي، وشاءت إرادة الله أن أصبت بمرض وصداع في رأسي فأدى بي إلى عدم النهوض من فراشي لفترة، وتركت الصلاة دون قف، إنني وما زلت لا أستطيع الصلاة لعدم القدرة للمحافظة على طهارة جسمي ولا أستطيع الاستحمام، وبسبب ذلك تركت الصلاة خوفا من أن أكون غير طاهرة للصلاة، أرجو أن توجهوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا غلط كبير، لا يجوز للمريض ولا لأي مسلم أن يترك الصلاة لأي سبب من الأسباب، ولكنه يصلي على حسب حاله ومقدرته، فالمريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع صلى على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيا وانزله إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده ويجعل سجوده أخفر من ركوعه، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. الطهارة بالماء إذا كان يستطيع أن يتطهر بالماء وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع فإنه يتيمم بالتراب الطهور، قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالمريض يتيمم، الذي لا يستطيع الوضوء يتيمم بالتراب، كالعادم للماء يتيمم بالتراب من الحدثين الأكبر والأصغر ويصلي والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم أحمد من رجال ألمع بعثت برسالة تقول فيها: أنا امرأة قمت بإيقاع
إقراض بعض الأشخاص مبلغ من المال لكي يشتروا سيارات بهذا المال، وبعد أن يشتري الشخص السيارة ويتملكها يقوم بسداد المبلغ على أقساط شهرية بدون مقدم، ولكن بزيادة 10,000 ريال عن المبلغ الذي أقرضته. وقد أخبرني بعض المقربين بأن هذا لا يجوز إلا بعد أن أتملك السيارة، وقد فعلت هذا عن جهل مني، فما الحكم وماذا أفعل بزيادة التي عن المبلغ الذي أقرضته للشخص؟ جزاكم الله خيرا. هذا ربا صريح والعياذ بالله. القرض بشرط الزيادة عند الوفاء، هذا هو الربا الصريح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع المسلمون على تحريم الزيادة المشترطة في القرض، فما فعلته السائلة محرم، وعليها أن ترد الزيادة إلى أصحابها وأن تكتفي برأس مالها، تسترد القرض فقط الذي أقرضته لهم، وأن تتوب إلى الله عز وجل مما فعل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذي أفتاها بأنه لا يجوز أن تفعل ذلك إلا بعد أن تتملك هي السيارة، وحينئذ تزيد في الثمن وتبيعها أقساطا، هل هذه الفتوى في محلها شيخ صالح؟ هذا يراد به أنها هي تشتري السيارات، لا تتركهم يشترونها وتقرضهم، بل هي تشتريها وتتملكها، معنى أنها تقبضها قبضا تاما، ثم تبيعها عليهم مؤجلة ومقسطة بزيادة عن الثمن الحاضر. هذا لا بأس به، هذا ليس قرضا وإنما هو بيع وشراء. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي